صيدا وسور وبيروت وجني وجبين. لما حكوا عن طرابلس انه بتتذكر انا وياك انه طرابلس كندهار وطرابلس ما قدرت، مش لانه بلدي، يمكن لو قالوا عن بعلبك او لو قالوا عن بيروت عن جنوب حاتفاعل واعمل اغنيه. طرابلس ولبنان مثل ما هي، مثل ما لبنان ثري فنيا بشبابه وبفنانينه وبكل شيء، كمان ثري كتير عنا رجال أعمال من أكبر أغنياء العالم نحن، إن كان بطرابلس أو ببيروت. فمطلوب طرابلس ما بده غير بس شوية مشاريع، الشباب قاعدين بلا شغل، ما معهم أوقات، البعض منهم أو البعض من أصدقائنا أو البعض من جيراننا ما عندهم ثمن الدواء، ما عندهم يقدروا يودوا أولادهم على مدارس، في عنا أزمة خطيرة بالبلد. فهذا اللي بيخليك أنت تنفعل وتقول يا أغنياء طيب أنتوا وين؟ ملايين، عم نحكي بمليارات، في ناس الله يزيدهم، مطلوب منا نعمل شوية معامل بطرابلس، كانت أحلى معامل بالشمال عنا بطرابلس. الكل شافك بالحراك المدني يلي شهدناه بوسط بيروت بأول نهار، ولكن بعدين بتقول بأنك انسحبت ما عادت بقى انزلت، ليه؟ طلعت من يو تي في وحكيت، وكان قلبي يعني شو بدي أقول لك، حاسس بكل نبض من الناس اللي كانوا بالشارع، وما زلت بقولها نزلت لأنه شفت ناس كتير طيبين، ناس كتير عاديين ما عندهم أي مصلحة إلا أنه يطالبوا بحقوقنا اللي هي المي والكهرباء والعذاب اللي عايشينه، أنا واحد من الناس نزلت. لكن تفاجأت مثل ما قلت بأكثر من انترفيو أنه لقيت في ناس دخلوا عم يضربوا الجيش بالقنابل الملتوف وعم يضربوهم بالحجار ويسبوهم، هل هذه هي اللي مطلوب؟ ليه ما نكون سلميين؟ هذا لبناني بالأخير ما بيتحمل، وهذا موجوع بتلك بتلو. أنا مع الحراك المدني، أنا مع ما طالبهم 100%، أنا ضد الشغب، ضد نجرح بيروت، بكفي جروح بيروت، ضد نكسر الواجهات والمحلات، بكفي سويدير فاضي ما في عالم. مرشحك لرئاسة الجمهورية هو؟ أنا جنرال ركز. بعيون الناس اللي فيك عم شوف الدنيا،